حضراتكم شفتوا التصرف من معالي وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية مصر، والتعليق عند سعادة سفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة سفير، برحب بحضرتك، وكيف قرأت التعامل من جانب وزير خارجية المصري؟ وطبعا يعني كان في مساعي السعودية من فترة منذ أواخر العام الماضي على أمل أن تركيا ممكن يعني تتراجع عن موقفها في التدخل في شؤون مصر الداخلية واستضافة الجماعات المحاربة ضد مصر، بحيث أن يتم تسليم القمة يعني بصورة طبيعية. ولكن يعني إذا إصرار تركيا على الاستمرار في موقفها، وإن كان كل التغيير اللي بتقوله إن إحنا علاقتنا جيدة مع الشعب المصري، طيب الشعب المصري ده مش له نظام بيحكمه وله حكومة بتحكمه، فيتجنب تماما إن هو يعني يقر ويعترف بالنظام بعد 30 يونيو. فده أدى إلى الموقف اللي إحنا بنشوفه دلوقتي، إن التسليم على مستوى وزير الخارجية المصري إلى تركيا. فيعني ما كانش ممكن في ظل حالة التوتر وحالة تمادي تركيا في موقفها ان يتم اكثر من ذلك. يعني هذا التصرف كان تصرف مفاجئ من وزير الخارجية ولا بيبقى مرتب ومعد له سلفا من قبل؟ معروف عند المكتب الرئيس التركي على سبيل المثال ان هذا هو ما سوف يتم. هو ده الخبر اللي يعني او الموقف ده يعني نشر بطريقة غير مباشرة من شهرين تقريبا، ان اذا لم يحدث تغير في موقف تركيا فان سيظل الموقف على ما هو عليه، وان تسليم القمة لتركيا هيتم على مستوى وزاري. كان وزاري بقى هل وزير خارجية او وزير تاني؟ فطبعا انا بتكلم سعادة السفير عن ما قام به وزير الخارجية عندما لم يسلم على رئيس الجمهورية التركية. ده بيبقى معروف ولا كان تصرف مفاجئ هما كده اتفاجئوا، ولا كان بيبقى معروف قبل كده ان الوزير هيقول كلمته وخلاص؟ لا يعني ده بيبقى موقف بقى مرتبط باللحظة، يعني موقف الوزير وفي لحظتها، يعني هل ده هو يعني بالاتفاق او ان هو الوزير اخذ هذا الموقف. يعني ده حاجة بتبقى يعني اعتقد ان هي بتبقى تقديرية للوزير على اساس لا يبلغ الجانب التركي، يعني لا يبلغ، يعني المسألة جت ردة فعل تلقائية وطبيعية وليدة اللحظة في ظن حضرتك. اعتقد كده، لان يعني او هو الوزير طبعا يعني بيبقى مرتب في ذهنه حاجه معينه على وواضح من الصوره ان هو يعني مستاء من الموقف بصفه عامه، فبالتالي هو اعلن تسليم القمه وانصرف. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق.